لكم بيت الحقوق واتيحت لي الفرصه باش نشارك في هذا المنتدى اللي عبر حطيت لوحه ديالي. لوحه ديالي جد فيها المغرب بالخصوص، بغيت تكون كتكلم على المغرب وصمت الالوان الساخنه باش تدل على الدفء وحنان الناس ديال المغرب والثقافه المغربيه. استعملت التقاليد العريقه. سمح لي هذا المنتدى باش نتلاقى مع فنانين طلبه بحالي باش نتعرف على كل افكار ديال كل طالب معنا، باش كل طالب كتلقى عنده ابداع خاص به. كل كيسمح لك الفرصه تعرف على عده انواع في الرسم، عده مزايا في كل لوحه كتلقاها كتتكلم في شكل. كذلك كتلقى سمحنا الفرصه باش نتلاقاو مع فنانين كبار اللي كيعطيونا نصائح باش نزيدو نطوروا من الابداعات ديالنا. ولاغناء فضاء العرض وتكسير بعض الحواجز التي قد تفصل بين الطالب وعتبه الابداع، كان للطلبة الزائرين موعد خاص مع الريشة واللون من خلال هذا الورش المفتوح الذي سافر بقصده إلى عوالم أخرى تنعش الروح وتصفي الذهن وتخلصه من شوائب المكان وتعب الزمان. الهدف من هذه الورشة هو التعبير الفني بواسطة الألوان. بالنسبة لي أنا التشكيل هو سان جو لعبة، كنحاول أنه نخلق لهم واحد المتعة لحظية، بحيث اننا في الاول اختارينا واحد الكلمه، هذه الكلمه ك مقطع زخرفي اللي غادي يبقاو به يقوموا بتعبيرها من الاوبي اللوحه ديالهم، ثم غادي يبدا هذه الكلمه تعاود بواسطه الالوان، يعني لا سوبر بوزيسيون ديال الالوان، ويلقاو واحد لوريتم واحد الايقاع تشكيلي. هذا هو اللي مطلوب منهم، يعني انهم كتلقى حتى الدريب بالنسبه له كيتحيد من داك جسد من داك الستريس ديال العناء ديال الدراسه. كنظن بان هذه الورشات ديال المجال التعبيري مهمه في حياه الطلاب. منتدى ابداع الطالب، ومن خلال الفسح الابداعيه التي يتيحها للزائر، يعد فرصة سانحة لتأمل جزء من الصورة التي يكونها الطالب عن نفسه وعن مجتمعه بكل مكوناته وقضاياه.